اختتمت بطولة خليج 25 التي أقيمت في مدينة البصرة جنوب العراق وسط حالة من النجاح والتقارب بين كافة الدول المشاركة. وفق آراء مسؤولين ومراقبين عدة، فإن الإنجاز الأكبر في البطولة تمثل بعودة العراق إلى محيطه العربي من بوابة الرياضة. فما النجاح الذي حققه العراق من خلال استضافته لهذه البطولة الهامة في المنطقة؟ وكيف أسهمت البطولة في تقريبه من محيطه الخليجي والعربي؟ رفعت الكأس وتوج العراق بلقب بطولة الخليج 25 في البصرة، وبذلك أزدل الستار على أهم محفل جمع دول الخليج رياضيا في العراق وسط مظاهر حسن الاستقبال وكرم الضيافة. شكرا للعراق على هذه البطولة، ونحن في بلدنا الثاني العراق بين أهلنا وإخواننا، ونبارك لأنفسنا ونبارك للجميع البطولة في البصرة خليج 25. الله يوفقكم إن شاء الله، والله يجزاكم خير على الضيافة، والله يخليكم إن شاء الله. ورغم تسجيل بعض الحالات السلبية التي رافقت تنظيم دخول الجماهير لحفل الختام والمباراة النهائية من تدافع وزحام شديدين، إلا أن مراقبين أكدوا أن التنظيم نجح بشكل عام، مشددين على ضرورة الاستفادة من الأخطاء وتلافيها في المستقبل. أنا حضرت كثير من البطولات القارية والمحلية والعربية، بنشوف مثل هذه المناظر في العديد من البطولات. المهم اللي احنا نستفيد من دروس هذه الأحداث رفع الحظر، يعني دي كلها إجراءات تنظيمية. احنا يهمنا داخل الملاعب، داخل الملاعب أنا ما شفتش أي ملاحظة لغاية النهاردة. إلى ذلك أكد ناشطون إن من أهم إيجابيات بطولة كأس الخليج هي إعادة العراق لمحيطه العربي والخليجي وتصحيح الصورة السلبية التي كانت مرسومة في أذهان الكثيرين. هذه البطولة هي بادرة خير أو الخطوة الأولى لإعادة العراق إلى الحضن الخليجي، لكن هناك بوادر أخرى غير الرياضة على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، على المستوى الأدبي، على المستوى الاجتماعي، وسوف تكون هناك مبادرات لإعادة العراق إلى الوضع الطبيعي إلى مكانه الحقيقي. وشهدت البصرة ومدن العراق الأخرى احتفالات عارمة إثر تحقيق العراق لقبه الرابع في بطولات كأس الخليج بعد انقطاع عن منصات التتويج دام أكثر من 30 عاما. فاز المنتخب العراقي بخليج 25، لكن البصرة فازت بحب الخليجيين الذين تفاجأوا بطيبة وكرم أهلها، مشددين على رغبتهم بالعودة إليها مستقبلا بعد تصحيح الصورة التي كانت مأخوذة عنها سابقا. علي العتابي، الحرة، محافظة البصرة. للنقاش ينضم إلينا من بغداد الدكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. كما ينضم إلينا من أبوظبي الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور إياد، هل يعني استشعر العراق أنه عاد إلى حضنه العربي والخليجي من بوابة خليج 25؟ طبعا عاد من خلال التفاعل الشعبي والتفاعل المجتمعي بين الأشقاء العرب ودول الخليج العربي، ولم يعد هذه المرة عن طريق البروتوكولات. يبدو أن طوال الفترة الماضية زيارات وتقاربات على المستوى الدبلوماسي الأول ومستوى تبادل العلاقات الدبلوماسية ومستوى الحضور الدبلوماسي كانت محطة لم تستطع أن تنتج ما أنتجته بطولة الخليجي 25، خليج العربي 25. على هذا الأساس أعتقد أن النجاح الذي حققته هو احتفاء العراقيين بهذا العنوان العربي وهذا العنوان الرياضي والحفاوة العربية. أيضا النجاح لم يكن بهذا المستوى والحضور وتسليط الضوء لولا اهتمام الإعلام الخليج العربي ودول الخليج العربي بهذا الموضوع من خلال التركيز على ألق البصرة تحديدا، البصرة التي لم تكن تنقل وسائل الأعلام عنها سوى أنها مدينة تسيطر عليها الميليشيات أو مدينة للنزاعات العشائرية أو مدينة الخطف والاغتيال. هي مدينة تنعم بالسلام، مدينة تستقبل الأشقاء العرب، تحتفي بهم وبكرم وبحفاوة وبتنظيم متميز أعتقد. وحتى أن حتى البطولة باعتراف الخليجيين أنفسهم كانت على مستوى عالي جدا من الحفاوة والترحيب، أعطت لهذه البطولة روحا
بعد أن كانت بطولة عادية بسبب أنه العراقيين هم من احتفوا بها. أعتقد المنجز هو عراقي للشعب العراقي. دكتور فهد، هل اقترب العراق خطوة أم اقترب الخليجيون خطوة باتجاه العراق في سياق خليجي 25؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك وبضيفك الكريم، وأود أن أهني أخواننا الشعب العراقي، وأهني رؤساء العشائر والقبائل العراقية، وأهني أهل المضايف والله الله يبيض وجيههم، وأن أهني الحقيقة حتى محافظ البصرة والحكومة العراقية بنجاح الحقيقة مهرجان بطولة كأس الخليج 25. شاهدنا الحقيقة العراق الأصيل، شاهدنا الحقيقة الطيبة العراقية، شاهدنا من خلال شاشات التلفزيون الحقيقة ومن خلال نقل الناس، أيضا الإعلام الخليجي فعلا يعني تواجد بشكل كبير. أنا أعتقد العراق حقق مكاسب كبيرة جدا، مش بس مكاسب رياضية، حقق مكاسب سياسية، أرسل رسالة أنه يمكن إقامة بطولات أخرى دولية للاتحاد الدولي، أن الحظر ممكن يرفع عن العراق وأن يتم إقامة بطولات دولية. أيضا أوضح أن العراق والبصرة بصرة كما يقولون بصرة آمنة. أيضا التقارب المجتمعي، لو تشوف البادي لانجوج اللي عند الناس، لو تشوف بكاء العراقيين بالذات اللي من أهل البصرة ولا هذا لما يشوفون إخوانهم الخليج، أنا أعتقد هي لم الشمل. بطولة كأس الخليج كانت هي لم عدد الحضور في أول يوم، في أول يوم كان من منفذ العبد اللي طلع 34,000 شخص اتجهوا إلى البصرة من منفذ الحدود الكويتية. أعتقد العراق يعني عمل ضربة معلم. سأعود لك دكتور فهد، دعني أسأل دكتور إياد هنا، ويعني العراق على طاولة تفاهمه مع محيطه عربيا أو خليجيا كانت دائما هنالك أسئلة عريضة، لا يريد العراق أن يدخل في يعني في استقطاب بين الخليج وبين إيران التي لديه علاقات معها، ولا يريد أيضا أن يخسر الطرفين في آن معا، لدرجة في مرحلة من المراحل اعتبرت جهات في الخليج يعني أداة بيد إيران، دعنا نقولها بهذا الشكل كما كانت تقولها هذه الجهات في الخليج. هل استطاع العراق أن يخلق التوازن؟ وكان آخر تتويج لهذا التوازن بطولة خليج 25 شعبيا وسياسيا. يعني حقيقة على المستوى الشعبي العراقيين تحديدا يريدون إعادة الاعتبار لدولتهم. هذا إعادة الاعتبار بالدولة تم بطريقة الاحتفاء من خلال التعبير عن مشاعر أنهم هم هويتهم عربية. هم حقيقة ما كنا نعاني منه كعراقيين تحديدا طوال الفترة الماضية أنه يتم اختزالنا بأنه أما الانتماء المذهبي باعتبار الجنوب ينتمي شيعيا وإيران شيعية، وكان هذا حقيقة خطأ وقع فيه الإعلام الخليجي طوال فترة كبيرة جدا. وأيضا سوقت وسائل الإعلام الإيراني هذه القضية بأن العراق هو حديقة خلفية وهو يأتمر ولا يخرج من إطار المحور الإيراني. أعتقد أن الممانعة الشعبية والتأكيد الشعبي أن العراق هو عراق بالتحديد، والعراق ليس مشكلته أن يختزل بحكامه ولا أن يختزل بالنظام السابق ولا يختزل بأخطائه وحماقاته بارتكاب الأخطاء على اعتداء ومعاداة الدول الجوار، دول الخليج العربي تحديدا، ولا يمكن أن يختزل بطبقة حاكمة تعتقد أنها تدين بالولاء إلى هذه الدولة أو تلك الدولة. هذه النقطة المهمة التي نقلت الموضوع نقلة نوعية بقضية الحفاوة، بقضية تسليط الضوء الإعلامي من قبل الخلايجة أنفسهم، يعني دول الخليج أو المجتمع الخليجي نفسه. وأيضا تفاعلوا حقيقة المجتمع الخليجي، تفاعل بالحضور وتفاعل في الإعلام وتفاعل ولم يستجيب حتى لقضية أن المخاوف وغيرها من القضايا، بل نقل صورة ممتازة جدا. أنا الآن في بغداد على طوال السنوات الماضية أجد سيارات كويتية، سيارات قطرية، سيارات سعودية، وهذا بحد ذاته أعتقد ما نجح به العراقيون بأن يكسروا نمط الصورة التقليدية التي كانت تريد أن تختزل العراق بالانتماء إلى المحور الإيراني. ما مدى مقبولية هذه الهوية التي يريد العراق إيصالها للخليج، وعدم قبول أن يكون يعني مستقطبا إلى طرف عن في مقابل الآخر، وفهم وضع العراق جغرافيا ووضعه جيوسياسيا بالنسبة خاصة لدول الخليج التي لديها الآن دعنا نقول معركة سياسية مصيرية مع إيران؟
السؤال نعم سؤالي لكم دكتور فهد. أنا أعتقد يعني لا أحد يعني العراق كبير يعني بالمساحة وبالتاريخ، العراق عنده استقلاليته وسياسة، لكن الحقيقة يعني في الدولة العراقية مرت بفترات ضعف كبيرة جدا، وبالحقيقة تأثير إيراني كبير جدا بعد الانسحاب الأمريكي، ودول الخليج الحقيقة أعطت العراق الفسحة، لم تريد أن تتدخل في الشأن العراقي، وهذا الجمهور العراقي في بعض الأحيان وحتى الشعب العراقي يهتف الآن إيران برا وإن كان يعني حتى على المستوى السياسي. لكن أنا أرجعك يعني الحقيقة الكل يريد أن يكون العراق علاقاته متوازنة، حتى إحنا في الكويت، حتى الإمارات مثلا اللي أنا فيها، في كل دولة لا أحد يريد مشاكل مع إيران، هو يريد علاقات متوازنة ومتزنة مع إيران. دورة كأس الخليج أظهرت الحقيقة النفس الشعبي الاجتماعي العراقي على كاميرات التلفزيونات الخليج. لا. يعني لما المضايف والناس تكرم، هذا 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 بعيد عن السياسة، هذا نفس اجتماعي عروبي شافوه لأنهم حسوا بهذا النقص. فكل التوفيق للعراق ولمسؤولين أشكرك. من أبوظبي الدكتور فهد الشليمي، ومن بغداد الدكتور إياد العنبر، شكرا جزيلا لكم معه.